مساء الخير. ضيفة الليلة من مرايا سيدة تناولتها الصحف والمجلات والأحاديث في كافة أنحاء العالم. البعض وصفها بالمشرقة، بالصاعدة، بالثرية العربية، والبعض الآخر بامرأة العام 96 وبأكثر نساء العالم سخاء على أزيائها وعلى الأحجار الكريمة. ربما هذا كله صحيح، لكن ضيفتنا هي أكثر بكثير من هذا النفق الضيق التي وضعتها فيه أقلام الصحفيين العالميين الذين يلهثون وراء التفاصيل الصغيرة ووراء القشور من دون الغوص في الأعماق والنفوس والقلوب. لبنانية هي، عاشت في بيروت حتى اندلاع الحرب، حيث انتقلت إلى العاصمة الفرنسية لدراسة إدارة الأعمال في جامعة السوربون، وقد شكلت هذه المرحلة نقطة تحول في مشوارها. وبين باريس والليلة في بيروت 23 عاما من رحلة طويلة تخللتها أفراح وأحزان، رحلة فيها الحب والعاطفة والعطاء والمال والرفاهية، ورحلة فيها أيضا الألم والوحدة والمرض والقليل القليل من الحرية. 23 عاما جمعت خلالها كل التناقضات، فمن سجن ذهبي وامرأة محجبة انتقلت إلى الأضواء فأضحت رمزا للمرأة المتحررة، سيدة الأعمال الناجحة وقبلت جميع دور الأزياء والمجوهرات العالمية، غير أنها بقيت الأمة المتفانية المشغوفة بأولادها الخمسة. اليوم وفي هذه السنة الجديدة ضيفتنا امرأة جديدة كالعادة، تعانق الحرية بفرح، تصارع الحزن بإصرار، وتبحث باستمرار عن واحة كي تزرع فيها الأمل من أجل الآخرين، وكل هذا بصمت ملفت من دون جعجعة أو قرع طبول. الليلة تطل ولأول مرة على الجمهور اللبناني الذي سيكتشفها بعدما سمع عنها الكثير. فمن هي منى أيوب؟ منى أيوب مساء الخير. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بلبنان بيناتنا. أهلا فيك. نحن الليلة موجودين ببيت شباب، بمعهد بيت شباب للمعاقين، وحضرتك حرصتي أنه يتم التصوير بهالمكان. أسباب حرصك على أنه التصوير يتم بهالمعهد رح نحكي عنها لاحقا بسياق حديثنا، والجمهور طبعا رح يفهم ورح يعرف ليش. بحديث سابق لألك صرحتي أنك ما رح تعطي مقابلة لرجل. نحن مشكرك لأنك غيرتي رأيك وأنت معنا الليلة، بس حاب أسألك ليش غيرتي رأيك وليش رجعتي عن قرارك؟ أول شيء غيرت رأيي لأنه ريكاردو كرم شخص كتير بعزو اللبنانية، وبلشت أنا كمان عزو على معزة اللبنانية. وبعدين لأنه أول ما صرحت عن هالشي مثل ما كل إنسان بيكون بيصرح متأثر بأوضاع خاصة، ما لازم الإنسان يتسرع بالتصريحات، وهلأ صرت أعرف أكثر من قبل لأنه عانيت شوي من عالم الرجال. وقلت ما بقى، ولأنه الشخص اللي اهتم فيه بالأول وعمل لي انترفيو بنيويورك وعدني إنه ما يصرح بأمور بتتعلق بعائلتي وبأخص بجوزي، ورح كون صريحة معك كتير، صرح اشياء جمعها من باريس من ناس ما بعرفها وبفتكر من ناس ما بحبوني كتير. الامر اللي ادى اني انا وبي ولادي ما بقى نحكي مع بعضنا، واللي ادى انه انا كان مفروض اعيش مع بيت ببيت ولادي بالمملكة العربية السعودية. هذا الاتفاق كان بيني وبينه لانه انا قد ما بحب ولادي يعني ما قدرت اتخلى عن فكرة اني اطلع من البيت واتركهم بدون
بدون رعايتي، وحتى لو بدي اتخلى عن كل شيء تاني بس ما بدي اتخلى عن ودي. وكانت الاتفاقيه هيك بكل صراحه، بس لانه هالشخص اللي عمل الانترفيو صرح كثير عن امور خاصه بالاخص بتتعلق بجوزي، بالاخر طلع الانترفيو عم بيحكي عن بي ولادي اكثر ما عم بيحكي عني، ضرني كثير فريما. وبس ارجع اتذكر انه كيف كانت الاحوال طيبه وفريندلي بيني وبينه، كيف صارت بسبب هالشخص هيدا. وانا مني حقودي، بس لانه فقدت بيتي، فقدت البيت اللي 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 عمرته 18 سنه، فقدت الحياه اللي كل عمري بحلم فيها اللي هي حياتي العائليه واللي هي اهم شيء عندي. فما سمحته يعني. ما عاد التقيته بعدين؟ ما عاد شفته ابدا، لا هو ولا بي ولادي. برايك هل كان الحديث مقصود ام اجى عفوي تلقائي؟ الحديث الانترفيو حديث صحفي. الصحفي الاسئله اللي انا وافقت اني جاوب عليها كانت ابدا ما بتتعلق لا بابي ولادي ولا بولادي، بس هو مثل ما قلت لك حرف الاشياء، حذف الاشياء وراح قعد بباريس وسال كثير ناس ما بيعرفوني اصلا. يعني بتعرف انا لما بتعيش الست بالمملكه فتره طويله ما كثير بتعرف ناس يعني، او حتى لو هني بيسمعوا فيها دائما ما فيها العلاقه المباشره. فالعالم بتحكي وهو بدل ما يركز على الشخص اللي عم يعمل له انترفيو ركز على بي ولادي، لانه بتعرف العالم كله عالم رجال ان جنرال، وبامريكا مش بيختلفي ابدا عن بلادنا. فبنظره هو انه اهميتي انا ونجاحي كيف ما كان، كيف ما برم، كيف ما طلع، بده كان يلزق لي بجيزتي. وانا عم بقول له انه بالعكس، يعني اذا بتطلع بتلاقي انه شدت كثير انه ما يحكي عن هالمرحله من حياتي. طيب هالمعلومات يلي حوالي جماعه من باريس نسبت لك شخصيا ام كانت لإله؟ لا نسبت لإله، يعني ما كان عم بيحكي عني باخر المقال. يعني اذا بتتذكروا هو المقال تبع فانيتي فير طلع المقال يمكن ثلاث مقاطع عني انا، والباقي كله اللي هو وجين ونص عن بي ولادي. فهلا الامر اللي ضرني كثير لانه بي ولادي غضب علي. بس يمكن كان في جهه من وراء دعمته. معقول؟ معقول كثير. بالحال نحن على الاكيد الاشياء نحكيها اليوم بحديثنا وكل المواضيع رح نتطرق لها رح تكون عفويه اول شيء، وطبعا انت رح تكوني موافقه عليها، ونحن بناكد لك انه ما رح نسيء لشيء، ونحن لبنانيه بالاخر بين بعضنا والقعده قعده حميمه ان شاء الله. منى ايوب، بالبدايه رح نرجع لورا كثير، رح نرجع على لبنان. طبعا انت بتنتمي لعائله لبنانيه، لآل ايوب، والدك الياس ايوب، وعندك والدي وعندك خي واختين. بدنا نحكي عن العائله، عن جوكم، كيف كانت اجواء البيت، شو هي البيئه يلي عشتي فيها، خبرينا. ما عشت مع الاسف ببيت مده طويله، مشان هيك كنت برجع بذكر انه اهميه بيت اللي اسسته انا 18 سنه واهميه العيشه مع اولادي بالنسبه لي كانت بريمورديال، يعني اهم شيء اساسيه. ما عشت مع اهلي كثير لانه اهلي نحن من عائله متواضعه يعني، وما كان اهلي معهم مصاري. بالايام الخمسينات كان كمان في حرب، ما بعرف بتذكر ماما دائما كانت تحكي كمين شمعون وريفولوسيون، ما كان ثوره 58 بفتكر، وانا كان عمرك سنه كان عمري سنه وانا خلقني 57. دول كل اللبنانيين كانوا متضايقين ومن بيناتهم اهلي، واضطروا انه يسافروا على الكويت بالوقت اللي حطوني فيه عند ستي، وبعدين من مدرسه داخلي. دونك ما كثير عشت ببيت اهلي، عشت اكثر شيء هون بهالمنطقه بيت شباب وبكفيه عند الرهبات. باي مدرسه؟ مدرسه السكر قلبين الاغدسين. كل حياتي بهالمدرسه، اول سنتين ثلاثه بلشت فيهم بجداده المتن، وبعدين نقلت على بكفيه، بعدين على جونيور. دونك اكثر شيء بتذكر انه امي كانت حنونه كثير علينا، وكنا دائما نبكي بس نقول لها باي باي، يعني بس توصلنا على المدرسه وتودعنا. فذكريات الطفوله منا ذكريات كثير حلوه، لانه كان دائما بكي وعذاب، وسنه اقعد سنه طويله بلا امي وبلا بيي. بس كنت تلتقوا بالصيفيه؟ كنا نلتقى بالصيف، بس كنت اوقات
خاف من الالتقاء بالصيف، لانه عارفه انه باخر الصيف بدي ارجع افترق عنا من بعد ما كنت تعودت كل هالفتره بعيده عنا. العذاب الفرقه من انا وصغيري ملحقني، وما بعرف ليش يعني حتى مع بلدي، بس انا واخواتي هذا الشيء سبب انه كثير تقربنا من بعضنا وكثير نحن قراب من بعضنا، وهذا الشيء الوحيد اللي الغربي والفرقه ما قدر يعني يقضي عليه. ربينا ببيت علمتنا الماما انه نحترم بعضنا، وعلمتنا انه ما نصرف كثير، ما كان معنا مصاري تنصرف يعني، بس لما تكون جايه مثلا من الكويت وجابت لنا هدايا كانت تعلمنا انه نهتم كثير ببعض الامور، بالامور اللي هي بالاشياء اللي كانت تشتري لنا اياها. مثلا كان عندي شابو انا ضل عندي 15 سنه ما كنت خلي حدا يدقره. بعده عندك لليوم؟ بعده عندي لليوم، معي عندي بباريس معلقته على الحيط. دونك كثير كانت بتذكر امي ست كثير منيحه وكثير طيبه، لانه صار لها زمان يعني متوفي. بتذكر كانت تعلمنا ضحي مشان علماتنا اكثر شيء، وكل ما بدها تتركنا على باب المدرسه تقلنا تذكروا انه هالاوقات يوما ما رح ترجعوا، رح ترجع لكم، لانه مع العلم رح ترجع بالنسبة لكم سعادة، ورح ترجع بالنسبة لكم قوة. فمع كل هالشي يعني ما كنت أرضى، ما كنت أقبل، وكنت دايما يعني حياتي طفولتي كانت بالمدرسة. طيب شو هي ذكريات المدرسة؟ ذكريات المدرسة ذكريات شيطانة، لأنه أنا كنت كتير كتير شيطاني وكتير لأنه جوستومون ما كنت عايشة مع أهلي، كنت مضطربة شوي يعني فوضوية ومضطربة، لأنه دايما عندي هالنقطة اللي كانت بقلبي مثل حرقة يعني وشوكة تزعلني، ومين ما يحكي معي كلمة ازعل، وكنت فوضجية وبنفس الوقت ثورجية، فائرة من الأول وشيطاني كثير، ما بسمع من حدا وما برد على حدا، وكنت دايما يعني اتجازى، بس كنت شاطرة فما كانوا يزعلوا مني كثير. هل تتذكر رفاق مقاعد الدراسة أصحابك بالمدرسة؟ بتذكرهم كثير منيح. صاحبتي الحميمة كان اسمها رندا شهاب، زعلت كثير لأنه حاولت اتصل فيها، ومرة ناس التقوا بجوزة ووصلت لها خبر، بس بفتكر ما وصل لها. كان في عندي صاحبة كثير كثير قريبة من قلبي اسمها رندا لأسمر، كمان من بحر صاف. أصحابي تريز جميل بتذكرها مزبوط، ذكر وحدة ما كنت كتير حبها، معلش إذا عم تسمعني، كان اسمها رجا محمودة، لأنه ما كنت اتفق أنا وياها، بس ما بعرف ليه كانت في نوع من الغيرة دايما بيني وبينها، وما بعرف وين هلاني. فإذا على كل حال احنا اليوم موجودين بلبنان والمقابلة تبث على عبر قناة الام تي في، فيك تطلعي بالكاميرا يلي هي قدامك وتبعتي لهم سلامات. اكيد سلامات رندا ورندا لو تريز ورجع كمان ان شاء الله يكون وفقكم وعندكم اولاد وان شاء الله بشي مناسبه ترجعوا تلتقوا مره ثانيه ان شاء الله. نحن رح نجمعكم على اكيد. منى ايوب انت وفاء حجازي من المعلمين المعلمات بتتذكريهم؟ بتذكر تقريبا كلهم، كل الرهبات بتذكرون. بتذكر اول شيء سر جوزيفين اللي كانت تطبخ، لانه انا كنت كثير حب اكل وبعدني لليوم وكانت هي تحبني، وكنت انا من الناس اللي كانوا مخيرين يفوتوا على المطبخ حتى تعطيهم اشياء مش مسموح للباقيين، لان كنت انا عندها المفضله، واجي ساعدها بالجلي وساعدها باشياء. بتذكر المدرسه كثير منيح، سور ماري دو لاكروا كانت المديره عندنا كثير قاسيه، مير ماري ادغار كانت الرئيسه يعني لا بريزيدونت، ستي كانت راهبه عندها كثير كلاس وعندها كثير، كنت دائما احلم انه اكون مثلها، لانه كانت تعجبني يعني بقعدتها، وكانت تعطينا دائما، كانت تجي كل يوم نص ساعة تحكينا عن السيفيس وعن الأدب وعن النظافة وعن ملابسنا وعن كل شيء، فكتير كنت معجبة فيها. مع كل الفوضى تبعيتي كنت معجبة بهالرئيسة. ما فكرت شي نهار تعملي راهبة تدخلي الدير مثلا؟ كنت حب راهبة كتير اسمها سور إيلان، كنت كتير معلقة فيها لأنه كانت تذكرني بالماما، وكل عمري بدي اعمل مثله وبدي اعمل رهبي، وبلشت ادرس يعني اعمل انه كان في حدنا نحن فوق بكفيه شو اسمها المنطقه اللي بيعملوا فيها المي
نعس نعس كيف في هنيك دير للنوفيس دائما ما انا جوستمون من شيطانيتي كنت اهرب بس اطلع اتفرج تشوف شو بيعملوا المبتدئين مبتدئين تجرب انه شو اذا بقدر انا اتحمل يعني هالعيشه اللي عم بحضر نفسي يعني دونك الرهبات كلهم بتذكرهم يعني كثير منيح بتذكر الاساتذه تبعولي لانه كان عندنا استاذ شيخاني كان كثير حلو بقول انا يا رب كيف عم بتطلع في استاذي وهو يعني ما بيسوى انا افكر بالاستاذ هو حلو استاذ شيخاني ما بعرف وينك ان شاء الله يكون بعدك حلو يكون مبسوط هلا كان عندنا معلمي فرنسي اليتي فرانسيز معلمي فرنسويه كمان كنت عذبها كثير لانه هي عم تدرسنا فرنسي وقعد انا ادبك لانه ما بدي اتعلم فرنسي على اي غني كنت تدبكي؟ شفت يا الدنيا تزيد موسمنا وجعنا فعرفت كيف يعني الذكريات اللبنانيه ما حد واصحابي كله لبناني والرهبات اللبنانيه والدار اللبناني والاكل اللبناني كل شيء لبناني بتذكره بقلبي يعني ما ممكن انسيه. طيب عندما وضعتي على جنب فكرة دخول الدير وفكرة تصير الرهبة شو كنت تحلمي تعملي وانت بتكبري؟ لأنه أهلي كانوا متضايقين ماديا لأنه ستي كانت مريضة لأنه كل واحد بالعائلة عنده مشكلة وعائلتنا كبيرة وأنا كنت يعني كنت أعتبر بهالعائلة كانت ما كانت الماما تقول لي أنت أمل العائلة أنت أمل العائلة ما حدا رح يعني يساعدنا ويعيننا وبفتكر أولادي كتير مثلي سمعوها وبفتكر أولادي كتير هالأيام عم بيسمعوها لأنه الأهالي أملهم بهالحياة أنه يربوا أولادهم مشان تقدروا يستندوا عليهم وهذا كان أمل للماما ومع الأسف يعني ما قدرت تستند علي بس دايما أرجع أتذكر كلماتها أنه ما حدا رح يقدر يعينها ويساعدها ويقويها ويحضر هالعائلة كلها وإخواتي للمستقبل غيري أنا ما بعرف ليش قوت فيي هالروح يعني ونسيت ساعتها الرهبني لأنه قلت لحالي لازم أشتغل وبالرهبني إذا بشتغل يعني رح يضلن كلهم متضايقين وكلهم عايزين وما أنه أنا كنت يعني بالمدرسة منيحة ومستقبل الدراسي كان مبين انه منيح قررت انه اتعلم واتخرج وساعد العائله كلها بدون يعني تفضيل لحدا على حدا بس اكيد بفضل اخواتي على الكل طبعا بعمر 17 سنه مثل ما قلنا ببدايه الحلقه بالمقدمه تركتي بيروت وانتقلتي على العاصمه الفرنسيه ليش باريس تحديدا؟ اول سنه ما قعدت بباريس اول سنه قعدت باكس ان بروفانس لانه كانت وحده من عماتي ساكنه هنيك وامي ما كان بدها اياني اروح اسكن لحالي بباريس وتقدر انها انه اترك من البيت يعني اضطريت اني اروح لعندها ما كانت كثير مهضومه وكانت شوي بخيله وانا بما انه باكل كثير ما كانت تخليني اكل على اساس انه دونك ما بتذكرها كمان شو كانت وجبه الفطار مثلا او وجبه الغداء ربع البريكفاست ربع باجيت ربع باجيت هالقد ونتفه زبده ومربى بس ما الغداء والغداء اذا عملت بات تتاكد انه ما عبي انا صحن البات لانه البات بتنسح بس بات يعني باي اكزامبل سباجيتي بولونيز او سمثينغ والعشاء كانت هي تحب تشرب كثير مبيد وانا بدي اشرب مبيد يعني بس ما كنت تسمح لي اشرب مبيد كنت تعطيني ياورت كان عنده الفرنسوية عقدة مع الياورت يمكن الياورت كان طالع جديد بهديك الايام فكانت تعطيني فروماج بلان وياورت واوقات تفاحة او يعني وات ايفر كان وني دايما جوعانة فما صدقت كيف على حالي اخذت اول ترين ورحت على باريس لحتى بس هالشي انعكس ايجابيا على جسمك بعتقد انه لانه كان دايما تذكرني انه ما لازم النسوان ياكلوا كثير وسكند سيرفينج ابدا دوزيام سيرفيس تجور نو هي كان بدها تسال حكي اخر شيء بعتقد هيك بس كمان يعني ما كان بدها تدفع كثير وبدها تسال حكي طيب ابن ايوب كيف كانت الاجواء الفرنسيه بهذيك الايام؟ اول شيء بتذكر باريس كانت مش هالقد مليانه ما كنا نقعد هالقد يعني على الطرقات كنا نقدر ناخذ البوس بس انا كنت اخذ البوس كنت ساكنه روي بيير شارون لاجي على جامعتي بتولبيك ويتش لازم كنت اخذ بوس لان كنت خايف اخذ المترو وما كنت اتاخر كثير يعني 20 دقيقه كنت اوصل هلا وين بدك تروح من
بيير شارون لاتولبيك بدك تحط لك شي ساعة. دونك المترو كتير عجبني. أول ما وصلت على باريس جيت فاسيني، يعني ما فيك تتصور المترو. قلت يا الله يا ريت أنا عندنا بلبنان في مترو، أنا أول وحدة بدفع ضرائب إذا بحطوا لنا مترو بلبنان. بقى كتير كان يعني أشياء فيتشرز بباريس عجبتني كتير. وما بتذكر باريس كبلد، يعني ما بتذكر الا كل شيء منيح بباريس لانه كل شيء كان منظم. وانا الفوضجيه يعني والفشكله كيف عجبتني. اوفو يمكن ما كنت فوضجيه، اوفو يمكن كان في شيء بشخصيتي مثل ما تفضلت وقلت، يعني في ثوره داخليه، ثوره داخليه. بس اوفو يمكن انا بشخصيتي كنت بحب النظام، بحب كل شيء. ثوره ايجابيه. فلما شفت قدامي هيك وشفت انه بالنظام وبالترتيب وبالادب وبالفهم وبالعلم الواحد بيوصل، قررت انه غير سيستمي ومشيت ساعتها يعني رقت شوي بباريس وبلشت اتعلم واخذت بلشت ادرس. يعني كل عمري انا بتعلم بس بحياتي ما بدرس، بس بباريس اضطريت انه ادرس لانه الجامعه كانت صعبه شوي وفرنسويتي ما كانت كثير قويه. لانه بلبنان ما بدك تدرس فرنساوي، بتوصل على الجامعه هونيك بدك ترجع تاخذ كور عن جديد. طيب كيف قدرتي انت منى ايوب بنت 17 او 18 سنه تتاقلمي بالاجواء الباريسيه وتتغلبي على شعور الوحده يمكن وساوت الحياه؟ هي حياه منا هينه بالاخير. مزبوط، حياه باريس ما كانت هينه، بس لانه انا كل شيء يعجبني، كل شيء يعني فيني نوع من الكيوريوزيتي الحشريه اللي بفتكر قضيت او غطت على يعني سحر الاشياء والكماليات والحلم. كنت دائما احلم انه انا يوما ما مثلا بمرق، كنت بروي بيير شارون، انا كنت ساكنه دون اون شامبر دو بون، يعني اكيد انه يوما ما بدي اسكن بابارتمون كبير مثل ما الناس اللي كنت اشتغل عندهم ساكنين. دائما حلمي كان اقوى من الرياليتي. دائما افكر بالمستقبل، دائما افكر انه هذا كله تمبورير، كله مؤقت. كله مؤقت وما في ويوما ما الله بده يعني ينشلني او يساعدني او يدعمني لانه كنت يعني كنت طفله او كنت كان عندك ايمان انه رح توصلي بهذا من الايام. عندي ايمان وعندي حلم قوي 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 انه بدي وصل للي امي كانت هي متوقعته مني لو باي سعر. بس كنت اشتغل انا وبباريس، كنت اشتغل يعني شو ما كمان كنت اشتغل. عندنا هالعائله اللبنانيه اسمها شاماسيون، بتذكرهم كثير منيح. شو اشتغلتي؟ حاضنة اطفال؟ كان عندهم ولد صغير، كانوا يسافروا كثير كمان هن، كانوا يشتغلوا بالبلاد العربيه وكان عندهم هالولد الصغير ما كان في حدا يدير باله عليه. انا كنت بس ما كنت اعرف اطبخ، يا حرام مره سممته لانه مدري شو عملت شو عملتي له؟ انا وياه تسممنا لانه مدري شو كان في بالبران، ما كنت اعرف اطبخ ابدا، بس كنت ادير بالي عليه. كنت بحب الاولاد كثير كثير كثير. وبفتكر هالولد دكتور كان يعني ساعدني اني اتغلب على الوحده اللي عم تحكي عنها، ومشان هيك قررت اني اجيب اولادي كثير، مع انه انا بالعائله كانوا دائما يقولوا حسيتي انه طفل لإلك حضنتيه واهتميتي فيه ورعيتيه. حضنته وطلعوا اتمشى انا وياه ودرسه وغسله تيابه ودير بالي عليه. يعني هالحنيه يمكن كمان بالنسبه للاولاد كانت عندي من انا وصغيره من قبل ما اصير ام، فساعدني على عيشتي بباريس. طبعا مع نشوب الحرب بلبنان ومع انقطاع الاتصالات بلبنان يمكن صارت الواردات يلي عم توصل لمنى ايوب من اهلها مقطوعه، وصار المفروض تتكل على نفسها وتعيش من مدخولها الخاص. مثل ما انا قبل شوي اشتغلتي من بيت شاماسيون، تميتي بابنون، كنت بيبي ستر لابنون. مزبوط. بعدين اشتغلت بمطعم لبناني. بعد مطعم لبناني اللي هو اللي دائما الناس بفشكلوا فيه، بتعرفي بلخبطوا فيه، يعني بالاول لبيروت، اسمه لبيروت. اول شيء المطعم كان مطعم، ما كان كباري مثل ما هو هلا، وما كان محل ما هو هلا. كان بالاول دو كوتي دو باسي، من ناحيه باسي. مطعم صغير كان احمر لانه كان بالاول روسي، وكان بس يعني في طبخ لست كثير كثير كويسه كمان بتذكرها من بيت صعب. دي جان فانتاستيك كثير ساعدوني يعني ايام دراستي. ورجعت شفتهم بلوس انجلوس، ساكنين هلا اني بلوس انجلوس وعندهم كمان كيترينج سيرفيس. يعني كنت اشتغل مطعم، الناس دائما بيلخبطوا لانه رجع فتح لبيروت، سكر هذا لبيروت لان مدام صعب تركت وراحت على لوس انجلوس.
وفتح وما بعرف مين فتح لبيروت، وكلهم بيجوا بيسألوني إذا أنا كنت بمطعم لبيروت اللي اشتغلتي فيه بال 75 تقريبا، شو كان بشو كان محصول شغلك؟ شو اشتغلتي؟ كنت أول شيء أخدم على الطاولات، وبالآخر لأنه أنا كنت شاطرة كثير بالحساب أحسب لهم أنا، أعمل أنا الأكاونت مدخول اليومي. مدخول اليومي كان هيدا يعني الباك جراوند تبعي، كنت أعمل بزنس أدمنستريشن. بس أكثر شيء كنت أتعب بالخدمة، لأنه بتعرف الطاولة اللبنانية صعبة، مش إنه سلاد وبلا برنسيبال وديسير، رايحين جايين رايحين جايين، وبعدين المطبخ كان تحت، فبس أوصل بالليل بدي أعمل الحسابات دوزار تروزار دي ماتان، وعندي جامعة الساعة 7 الصبح. يعني كنت يعني أتعب وأقضي. ومشان هيك بقول لكل الشباب اللي بيروحوا بيتغربوا من لبنان أو من أي بلد، ما يفقدوا الأمل، لأنه بالتعب وبيتعلم الإنسان، وبالجهد بيتعلم وبيقضي وبيتحمل، وبيصير شو ما كان من بعد هالأوقات الصعبة هين بيصير لذة، بحس بلذة الأشياء، بحس بلذة الأشياء. وكل شيء كل شيء أنا ما بيمرق نهار الصبح ولا عشية إلا ما بشكر الله على كل شيء. فعلى كل شيء يعني، مع إنه بس تطلع بتلاقي أيام 17 و16 سنة وطفولتي يعني ما كانت سهلة. برجع بقول برجع حتى بتشكر الله على طفولتي، وعندي اياها بقولها بالانجليزي، ما بعرف اذا مشان بعلمهم لاولادي. Thank you my God for my children. Thank you my God for their health. Thank you my God for my fortune. Thank you my God for my wealth. يعني بشكرك يا ربي على اولادي، بشكرك يا ربي على صحتهم، على صحتهم. بشكرك يا ربي على ثروتي، على فورتين يعني حظي، وبشكرك يا ربي على ثروتي. يمكن بلبنان كمان بتزبط مثل ما بتزبط بالانجليزي باللبناني. دونك كل هالاوقات هيدي اللي انا عم بعاني منها، من نقص يعني ومن تعب ومن جهد، حسي بقلبي وعارفه كل الوقت انه ما معقولي الا ما اوصل، لانه بالدراسه كنت قويه وبالشغل كنت قويه ودائما اعطي نتائج. فما كنت يعني ما كان يمرق علي نهار الا ما حدا يقول لي ثانك يو، الا ما حدا يشجعني. دونك كنت اكيد 100% انه رح اوصل يوما ما لمحل. منى ايوب، كيف تعرفتي على زوجك؟ كيف تم اللقاء فيه؟ بالمطعم بالمطعم اللبناني. كنت عم بخدم وعزمني تقعد اتعشى انا وياه، قلت له سوري ممنوع يعني بال دوام الخدمه، دوام العمل، دوام الخدمه، وممنوع يعني ان احنا نقعد مع الزباين. فقال بس انا رايح بكره على امريكا، لازم يعني هذه تفاصيل ما كثير مهمه يعني هلا مرقت الايام عليها وما قدرت اشوفه قبل ما يروح على امريكا. عيد ميلادي بعت لي كادو، وبعت لي بالمطعم عملوا لي جاتو، هي مدام صعب جوستمون، وقالت لي هدول من معجب الشخص المعجب فيك. تأثرت كثير. بتعرف لما واحد بيكون صار له سنتين ثلاثه عم بيعاني يعني، وما حدا بيهتم فيك، انت عم تهتم بحالك وعم تركض بين الجامعه وبين الشغل وبين المترو. يعني جاتو صار لي كان فريمون شي 3 سنين ما شفت جاتو، لانه ما عاد في ماما، ما عاد في مين يعمل لي هدايا. وهدايا ما عم تشوف في هدايا، وما عم شوف هدايا سيرتن ما، لانه مثل ما تفضلت وقلت ما عاد حتى كانت هديه رمزيه او كانت هديه قيمه. كانت هديه بفتكر بدك على المزبوط ما بتذكرها كثير منيح، لانه كانت بعتقد رمزيه اكثر ما كانت مهمه، ما كانت كثير مهمه. بفتكر يمكن فكر 3-4 مرات قبل ما يعطيني هديه مهمه، مثل ما قلت لك انا كنت صعبه واجريسيف وما كنت اقبل بسهوله يعني شو بيقولوا الشفقه ما بعرف شو. دونك بفتكر خاف انه يمكن يقدم لي شيء كثير مهم. حسك فقيره من جوا. اذا بتذكر مزبوط كانت انفيتاسيون لقص شعري، لان شعري كان كثير طويل وكان مفشكل كثير، وبفتكر كانت بانفلوب انه يعني انه ان انفيتاسيون لروح قص شعري. وحتى هالانفيتاسيون زعلتني شوي، اول شيء لانه كنت كثير مبسوطه بشعري، كان شعري كثير كثير طويل، بس لانه كان ما اقدر مشط يمكن قال لي روح قصي، زعلت. كيف طورت العلاقه بعدين؟ بعدين بالصيف اجى مع اولاده، كان رجال مطلع،
وكان عنده اولاد ما بيحكوا عربي، وانا كنت يعني لغتي العربيه قويه، وبالفرنساوي كنت صرت منيحه، انجليزي ما كنت افهم ابدا، ولاده يعني كانوا يحكوا انجليزي، قال لازم اعلمهم عربي، قال هي احسن شيء انه الاولاد يحكوا عربي لانه انا ما بحكي انجليزي. بس شو تعذبت لانه ما كانوا يفهموا علي ولا كنت افهم عليهم. ف يعني اللي كنت اعمله عند مسيو اي مدام شاماسيان في اوبير صرت اشتغل عنده. بفتكر يعني قضيت صيفية انا دير بالي على هالولاد وعلمهم يعني اللغة العربية، بس كثير تعذبت لانه شو اللي هني بدهم ما افهم عليهم. طيب علاقتك معه كيف تطورت؟ جوست ما هو كان ترك لي الاولاد بباريس، وهو زلمه مشغول يعني رجل اعمال، رجل اعمال دائما مشغول، فبعتقد يمكن الاولاد حبوني او يمكن تعلقوا فيي، وانا معوده على يعني يمكن كان عم بيراقبني، ما بعرف يمكن كان عم بيشوف اذا قلبي، كان حاط يمكن كاميرات يمكن يمكن سال الاولاد. يعني بفتكر كل رجال عنده اولاد بحب انه ومطلع بحب انه الشخص اللي بده يهتم باولاده يكون شخص ادمي وعنده قلب وعنده حنيه، وانا هدول الاشياء ما كنت يعني مقطوعه منهم. ما بتعرفي كنت اتمتع فيهم، يعني كنت حن كثير على الاولاد وبعدني. طيب بهالفتره عرفنا هو كيف كان عم بيفكر او الطريقه اللي كان عم بيفكر فيها، لكن حضرتك هل حسيتي شيء تجاهه؟ هل كان في اعجاب من اول نظره؟ اختي سالتني نفس السؤال لانه تعرفت علي، كانت معي بالصيفيه، كانت دائما تيجي تقضي الصيفيه معي. قلت لها ما معقوله، اتس امبوسيبل، مش معقوله شخص يعني مثله يفكر بي يعني عم بشتغل عنده. يمكن انا يعني لا انت لازم تتخيلي اشياء ولا انا لازم اتخيل اشياء، بس قد ما كانت تسالني هالسؤال بلشت تفكر جديا. يعني وكان في عندي صاحبتي كمان فرنسويه كانت نروح معها على الجامعه، كانت تيجي تساعدني اوقات بالولاد لانه هي كانت تحكي نتفه انجليزي، فانا ناخذهم على الجاردان داكليماتاسيون هي. فكمان هي نبهت يعني لفتت لي نظري انه يمكن هالشخص معجب فيي، فبلشت تفكر فيه من بعد ما يعني اثنين من الناس المقربين اللي شافوا قبل ما انا اشوف. بالحب انا بطرح اسئله بالحب، بنعرف كيف بيجي، ما له مكان وما له زمان، مش مزبوط؟ مزبوط. واجا الحب؟ واجا الحب، وكثير كثير عجبني وبعدني معجبه فيه، بالرغم لانه بالرغم من 20 سنه فرق بيناتكم، بالرغم من هالشيء، لانه اب مثالي، ولانه بحب كثير 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 اولاده، ولانه انا برجع بعيد، انه لان انا عشت مدرسة داخلي بعيدة عن جو العائلة، كان بهمني كثير انه اتقرب من اشخاص عندهم هالشعور العائلي، وانه حتى لو بدي انغرم، يمكن تعرفي حالي كمان، حتى انه ما بدي انغرم بواحد ما بحب الاولاد مثلا، وواحد ما بحب انه يكون عنده بيت ويكون. برايك هل وجدتي عنده الحماية مثلا؟ كنت انت طفلة ولوحدك هونيك بعيدة عن اهلك، بعيدة عن بيك، بعيدة عن صديق، هل كان يمكن شعور الحماية؟ بفتكر عطاني يعني عطاني هالشعور الحماية كثير، لأنه شفته كيف مع أولاده، وشفت كيف يعني بيتعامل معهم، وقديش كان حنون عليهم، وقديش كان كمان مثلي هو كان لما يروح ويرجع ويسافر أمريكا يقعد يبكي يعني، وكان لطيف بشكل يعني معهم. حتى أنا يعني قلت إنه ما معقول يأذيني. بتعرف هو كل إنسان أول شغلة تقدر تأمن له بدك تلغي، بدك يعني تمحي نقطة الأذى، فأي شخص بتأمن له أو بتثق فيه بصير في حنية يعني بين الأشخاص. وأنا كمان كنت يعني معجبة فيه لأنه رجال بدب يعني ذكي، يعني ذكي وعنده كان يعني محنك وعنده سرعة يعني وأنا كنت مثل ما عم بتقول ما بفهم إشياء كتير، فتعلقت فيه لأنه قلت إنه هالشخص ما معقول يأذيني. اليوم بعد مرور 20 سنة على زواجك وتجربة الزواج أكثر من 20 سنة 23 سنة، إذا بترجعي لورا هل بتحسي إنه هالشعور كان شعور حب؟ هل اللي جمعكم كان فعلا حب؟ دايما بقول لبنتي هيك، لانه بنتي هلا دي بتسالني ليش انت والبابا ما بتحكوا؟ يعني ما كنت تحبيه؟ بقول لها كنت كثير حبه، يمكن لانه كنت كثير حبه ما عاد بدي احكي معه يعني، او هو ما عاد بده يحكي معي، يعني واحد من كثر ما بيحب بالاخر بيقسى بعتقد، كنت كثير كثير معلقه فيه.
بفتكر يعني، وحتى اختي دائما الصغيره اللي كانت تقول لي يعني معقوله تكوني انت مغرومه بهالشخص بسبب الفرق وبسبب العقليه وبسبب الناسيوناليتي وبسبب معقوله؟ الا يعني فريمون مرقت يمكن فتره طويله من حياتي ما بحب غيره، حتى يعني حتى اخواتي اللي انا كثير معلقه فيه ما عاد حبهم قد ما كنت حبه، كنت كثير 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 حبه. عن زواجك من زوجك انتقلتي للمملكه العربيه السعوديه. بالمملكه طبعا العادات بتختلف، التقاليد بتختلف. كيف قدرتي تتاقلمي مع حياتك الجديده وكيف اثرت عليكي هالمرحله؟ بعتقد اي انسان بينقل من مثل ما تاقلمت بباريس، تاقلمت بالمملكه، تاقلمت بامريكا، يعني لكن بين باريس وبيروت اذا بدك الاجواء ما كثير مختلفه، لكن بين باريس وبيروت والسعوديه في كثير فرق. بالاول يعني كون عم بكذب عليك اذا بقول لك كان الوضع سهل. بالاول كنت اكل وابكي، يعني كان الاكل يصير شوربه كل شروي. بعدين صرت تاكلي اول ست شهور اول ست شهور كثير كثير تضايقت من، لانه ما بعرف حدا، ولانه في وحده ست معروفه هلا لي كثير عندكم بالبلد عرفني عليها جوزي عسيس، قال لي زوجة صديق لإلي شو ما بدك بتطلبي منها، لأنه أنا جديدة. ومثل ما قلت لك يعني هو كمان كان بهمه إنه يكون مرتاحة بالبلد. فقام مرة بيعزم لي أهله يعني شي 35 شخص، وأنا ما بعرف أطبخ وما كان عنده طباخ يعني. فرحت تلفنت لها قلت لها بليز بتعيريني الطباخ تبعك بس مشان تعلمنا نعمل كبه والباقي كله انا على الكتاب بعمله. قالت لا انا ما بعير طباخي لحدا لانه بخاف ينتزع. بقى هيدي عقليه الناس كانت هنيك، عرفتي؟ وهو اصحاب. فاذا بقول لك انه البلد ما ضايقني قد ما ضايقوني الناس، لانه ما كان في اخذ وعطى بين بعضنا. شوف كلنا عايشين ببيوت فيها اسوار، كلنا محاوطين باسوار. ليش؟ لانه كلنا بنخاف من بعضنا، ما حدا بده يساعد حدا، ما حدا بده يحكي مع حدا، كل واحد بخاف انه حدا يحكي عنه، كل واحد بخاف انه يعيش، خايف انك تعيش يعني. وبتجي وحده مثلي كمان يعني من برا وغريبه وشوي اوريجينال يعني، دونك ما كان عندي اصحاب، وهذا اللي ضايقني اكثر شيء. ما قدرت اعمل اصحاب وما كان عندي اصحاب. بس لما اجوا اولادي، لما بلشوا يجوا اولاد تغيرت الامور، ما عاد في شيء مهم، خلص صار في عندي عائله وصار في عندي اولاد. وعيوب كيفك كأم؟ كيف توصي نفسك كأم؟ مثل امي، مثل ما كانت امي. كيف كانت امك؟ امي كانت ست حنونه وكانت بسيطة مع أولادها، ما كانت يعني إلا واقفة بجنبهم وحدهم وشو ما بدهم كانت تعمل، شو ما بدنا كانت. حتى هي مريضة كانت تطبخ، حتى هي تعبانة كانت توصلنا على المدرسة. حتى هي أمي كانت ست متواضعة، كانت تحترم الناس وكانت تحب تعزم الناس وكانت تحب تهتم بالناس وبتحب الناس وتحب الأولاد. فبعتقد هذا اللي انا وردته من امي. على اي اساس عم تربي اولادك؟ على اساس اللي ربتني امي. امي دائما كانت تشدد على انه انا احترم غيري واقدر مواصفات غيري واقدر تعبهم بالنسبه لإلي وللمجتمع. وكانت اكثر شيء تشجعني على العلم، اهم شيء كان بالنسبه للعلم، لانه هي ما كانت متعلمه. مثل ما قلت لك يعني عائلتنا منا عائلة متفوقة كانت، لا بالبزنس ولا بالعلم ولا بالشهرة ولا بالميل. بس كانوا ناس يمكن لأنه ما كانوا كانوا يشجعونا نحن نصير، وهيك صرنا. كانت عائلة متواضعة لكن كريمة. كريمة، وكانت تحب كتير تعزم الناس، وكانت تحب السمك. وما بنسى لما تيجي تعزم الناس تقعد هي تفقيلهم السمك بإيدها، قد ما كانت لطيفة يعني. كريمة حتى من الداخل. حتى من ودائما دائما البسمة على وجهها. وبعدين كانت نيرس يعني افيمير، ممرضة يعني. أي واحد مريض كان يرن لنا بنص دين الليل، تلبي أي واحد. ياما وياما الماما بيرنوا لها بالعائلة أو الجيران أو الشيء، بتلبس كانت الروب الأبيض تبعها وبتاخذني معها، بتاخذني معها يعني مشان حتى تفرجيني كيف يعني. من أنا وصغيرة بمسك ايد امي وبمشي.
بعد في عندي سؤال واحد بالقسم من البرنامج، بحياتك الزوجية اشتكيتي دائما من غياب زوجك شبه دائم، وهالغياب هيدا يمكن أوصلك إلى قناعة أنه لازم يتم الانفصال. كيف توصلتي لهالحل؟ وليش كان الحل بالانفصال اللي هو طبعا أبغض الحلول؟ وكيف أثر انفصالك عن زوجك على أولادك؟ لأنه أمي سافرت مع بيي نحن وصغار، من الأمور اللي علمتني إياها أهم شيء أنه ما لازم الست تترك جوزها، مع أنه هي بتحبنا كتير رح تضطر تضحي بحبها لإلنا، لأنه كمان بتحبه للبابا وبدها تدير باله عليه وما بيصير عليه، ما بيصير هو يروح على بلد غريب وما في مين يهتم فيه. فاقتنعت أنا بهالشي واقتنعت وقبلت وضعي ومشيت على هيك انه الرجال والمراه ما لازم يكونوا مفترقين. فبدك يعني لما تجوزت وشفت انه جوزي ما بيقعد بالبيت، بدك تشوف قديش كذا سنه حاولت اني غيره، لانه انا بعقلي غير شيء الكابل. وبعدين لانه انا كنت ببلد غريبه وكنت مع ناس ما كانوا يحبوني، كنت بحاجه له. يعني كانت الاجريسيفيتي تبع الناس تاذيني اكثر مما هو كان يشوف، لانه بس يجي على البيت كنت حاول انه اضحك وكون مرتاحه، بس بغيابه كنت كثير حزينه وكنت بحاجه له، كنت بحاجه انه يسندني، لانه العالم كانت مش سندتني، ولانه انا ببلد غريب ما عندي حدا وعم بربي هالولاد لحالي. كيف قررت انفصل؟ يعني ليش وصل معي؟ لانه بيكبر الانسان وبيصير عنده افكار، يعني اولادي كبروا نوعا ما، يعني ما انه صاروا كلهم شباب، بس في عندي شباب انضجتي وانضجت وشفت انه هالحياه علمتني وقوتني انه كون لحالي، شو ما في لزوم لكن لشخص اللي عملي هيك ولبسي هيك وطلعي هيك وما تغيري وما يعني صرت ما اتقبل بقى النصايح، ما في استقلال اكثر عندك. خاصه لما المره بتعيش لحالها وبتنعطى مسؤوليه 5 اولاد يعني وخدم ومسؤولية بيت، يعني بيجي بعدين بيقول لك بدك تعمل هيك، بتقول سوري يعني انا ماشي الامور غير شكل. طيب هالطلاق كيف اثر على اولادك؟ كثير اثر وبعده مأثر، لانه قلت لك بسبب هالمقال انا وعدتهم لاولادي، قلت لهم وحياة اعز شيء عندي اللي هي يعني برحمة امي، انه اتفقت انا مع البابا انه انا بضلني بالبيت، فما رح تتغير الامور، ما هو مسافر دايما وانا رح ضلني بالبيت وانا رح اهتم فيكم، انا ما رح اتجوز وانا ما رح احب حدا وما ممكن يعني اترك البيت واترككم، لانه هيك كان الاتفاق. من طلع حضره المقال وحضرته ل بابكو لتشلو بهديك الايام تغيرت الاشياء، تغيرت الاشياء، فالولاد فكروا انه انا اللي عم يعني كذبت عليهم، انه مامي انت قلتي ما رح شيء يتغير علينا. انا قلت له انه البابي دائما مسافر يعني والمامي دائما بالبيت وهيك رح يضل. رح توقف مع الاعلان وبالشق الثاني او بالاسم الثاني من مرايا رح نحكي عن دخولك مجال الاعمال، ان كان على شق الاداري والاستثماري او على الصعيد الاجتماعي، شو رايك؟ اصدقائي المشاهدين رح توقف هلا مع وقفه اعلانيه، نرجع منتابع لقاءنا وليله بمرايا عن مستضيف السيده منى ايوب، خليكن معنا. نرجع نتابع برنامج مرايا مع ضيفتنا السيدة منى أيوب، أهلا وسهلا فيك مرة تانية. كسيدة متزوجة بالمملكة العربية السعودية، كسيدة عم ترعى أولادها، كسيدة عايشة كالأميرة، شو اللي دفعك لتخوضي ميدان الأعمال؟ إن هالأعمال إجت لسد فراغ معين أم إجت لأنك أنت حسيتي أنك سيدة أعمال فيك تنجحي فيك تبرزي؟ أنا من زمان يعني من صغرتي حاسة إنه بقدر كون سيدة أعمال، مع إنه ما كان من أنا يعني أنا زي ما كانت واضحة بفكرتي شو سيدة الأعمال، بس طلع مصاري كنت من شو ما كنت أعمل كنت طلع مصاري. مثلا بخبرك قصة، أول ما طلعت مصاري كنت بالمدرسة الداخلية، يا ربي هلا الرهبات بدهم يزعلوا مني، بس معلش صار خبرية 30 سنة. كان عمري شي 10 سنين وكان في بنات اكبر منا بالمدرسه كانوا بدهم يظهروا بالليل، انا بعمري 10 سنين يعني اكيد بعد ما بتفكري تظهري ما بفكر اظهر، كنت صحبه مع الكل اطراط اللي بينظفوا الفام دوميناج، انت مره اسمها ريموند
قلت لها ريمون بتعطيني المفاتيح شوي الله خليكي، لانه حب بس شوف جربهم انا على البواب يعني شوف. يا حرام هي ما كثير ذكيه، انت عطيتك المفاتيح ركضت دغري برا بكفيه، بعرف واحد بيعمل فتيح نقلتهم كلهم. هو يسالني شو هودي قال له ما حدا عنده وقت بالدار كلهم مشغولين ما في غيري انا، عايزين المفاتيح. يا اخي ليش عايزين المفاتيح؟ قال له عايزينهم ضروري ضروري لانه في وحده من الرهبات مسافره بدها تاخذهم معها. انت عملت هو كان كثير بسيط صدقك. صدقني لا يعني بنت صغيره شو معقوله يعني، اكيد بيعطينا الرهبات يعني موصينا على الشغله. امتى رجعت لها اياهم لريمون من بعد ما هو نقلهم، قلت له برجع بجيبهم بعد شي جمعه. بعد جمعه بدي ادبر مصاري من وين بدي ادفع حقهم للمفاتيح، ما معي مثلا الجوتيل اللي كانوا يعطونا اياه، مع انه بحب كنت اكل كثير كنت ضحي فيه وبيعه. مين معه عرفت كيف بالايامات دي بياس كاس بياس، تجمعت وقتها شي 3.5 ليرات حق المفاتيح بديك الايام ورحت جبتهم. وكان بعرف في 3-4 بنات كثير حلوين وكثير عندهم كان سكسي، فرحت انا عرضت خدمات قلت لهم انا معي المفتاح تبع البورت برينسيبال اذا بهمكم الامر بس 10 ليرات على الظهره و10 ليرات على الفوت. يعني بدي ثروه يعني 10 ليرات كانوا بنات اغنياء يعني مش من حكايتي انا يعني اذا بتذكر بيسوى نقول اسامي تفضلي. جويس شمايت فور اكزامبل، يعني عائله شمايت كانوا كثير مهمين. وكان في وحده كمان ما بعرفها كثير منيح كانت تتعلم بالجيزوس اند ماري بس بيا كثير غني. شو اسمها؟ ما بتذكر اسمها، بس بتذكر انه كان كثير عندها اصحاب وبوي فريند، شي رايح شي جاي لانه كنا نشوفهم من الشباك. بقى شو اعمل انا؟ خلص درسي يعني بيزمروا لنا خلص درسي وانزل ابارتير دو ديزر، حط المخديه محلي بالتخت على اساس انه انا نمت، وطفي الرهبه الادويه وكل شيء، وانزل انا اقعد على الارض على البلاط بتعرف مسقعه بكفايه بالشتي، وافتح لهم الباب وسكر لهم الباب وافتح لهم الباب وعلى كل فتحه كل دهره ست بريمير اني عملت لي شي 1000 ليره بتتذكر هذيك الايام؟ ثروه رايحين جايين ثروه. وضليت هيك على شي 3 سنين يعني سي كوم سا كو جي في مون ارجون. بعد بقى هالاشي هيك 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 عملت هيك ثروتك يعني هيك بتبلش بالثروه يعني كيف ببلش الانسان يعمل ثروه، بس يكون بتلاقي الشغله بتدخل لك مصاري ما بتستغني عنها. شو عملتي فيهم هال كنت اشتري لها هديه للماما، كنت اشتري لها فساتين فستان لانه الماما كانت كثير تحب الفساتين. وكان في محل بفردان دهلا كان اسمه ماكسي ليبراتي سي جو مورا، كان في فردان وقتها مش فردان ما بعرف كليمانسو ما بعرف المنطقه شو كان اسمها هني. فكنت كانت ستي كثير تحب تروح تتمشى هنيك، ستي تشتري كيس بزر وبدها تروح تتمشى هنيك تشوف كل الناس، روح معها. وروح اشتريت لها اول فستان للماما من هنيك بقى، وبعثت لها اياه قلت لها فروم يور سيكريت ادمايرر لانه ما بدي اياها تعرف من وين عم جمع مصاري لانه ست ريدا وجرو يعني بتعرف الشغله بدها طول يعني. وفرحت بلديه كثير ولبست الفستان ولبست الفستان بدي ضل تقول لهم يا ربي في واحد معجب فيي بهالدنيا. ما سأل بيك من وين الفستان؟ ما كان معنا، كانت امي تركت الكويت وقتها مش هذيك السنه، قد ما عذب قد ما كانوا يقولوا لها بنتي كيك وبنتي كيك تيجي ربي هالبنت شوي، اجت قال قررت تقعد معنا 4 شهور، اي سي لا كو جي بي يعني اشتريت لها كادويات وتادي بير مره، كنت احب اشتري هدايا كثير، كان يعني مين ما عندي اعمل له سربريز اخواتي امي ستي. بعدك لهلا نفس الشيء؟ بعد لهلا نفس الشيء. طيب منى ايوب اليوم اعمالك بوين محصوره؟ بشو هلا اعمالي انا بعد من هالاكسبيرينس بتلاقي انه بس يكون في شيء الناس بدهم اياه لازم تبيعه اذا بدك تطلع مصاري. فانا كان عندي يعني الباك جراوند تبعي البزنس، فكل شيء بده واحد نتفه التنظيم، وعندي بما انه كان يعني وضعي مرتاح مع جوزي كل شيء كنت اشتريه كنت خليه، وكل شيء ما بده اياه كنت بيعه. فعرف كيف؟ يعني مثلا التلفزيونات القديمه كل اخر السنه بيعها، هالمصاري شو اعمل فيها؟ حطها بالبنك. وبعد كذا سنه وكذا بعد 18 سنه بس اول ما بيوعى الانسان على هالامور هيدي لازم يتحرك، يعني ما بتقول ايه بكره معلش بكره بشتغل او بكره بطلعهم. من اول نهار لما وصلت على المملكه العربيه شفت انه لا شغلي ولا عملي، شو بدي وانا الباك جراوند تبعي بزنس ماني يو نو ماني ديلينج،
بلشت فكر انه من اول نهار ما رح ضيع وقت، لا رح اروح على شاي ولا رح اروح على عرس ولا حدا رح يعزمني، بدي اقضيها بدي اشتغل، وشو ما في بيعه ببيعه، وشو في بقدر اشتريه وطلع منه يعني ربح، مثلا حجار صغيره كنت انزل على السوق اشتري ذهب وحجار، انطر لي شي 4 شهور اول ما اعرف سعر الذهب طلع انزل بيعهم وطلع فيهم ودغري حطهم بالبنك. تجدر اشاره هون انه البروشيت يلي معلقتين على صدرك هي احجار كريمه مش فو بيجو. نو مش فو بيجو، مش فكرت انا بالبدايه ما بلبس فو بيجو. نو احجار كريمه، بس يعني الشغل هو اللي اهم فيهم كمان. في اشياء من الامور اللي بتعلمها، بس الواحد يبلش بكوليكسيون، انه مش بس حيالله شيء الواحد يشتري، بده يشتري امور ما كتير تكون يعني تميني بس شغله يكون حلو. منى ايوب، هل بتفكري اليوم توصفي اموالك بلبنان؟ هل عم تفكري تستثمري بمشاريع بلبنان؟ كان عندي مشروع كتير حلو بس ما كان في تجاوب عليه. كان عندي مشروع مانجمنت اوف ويست، كان في شركه سويديه تقربت مني عندهم ويست مانجمنت بلان، عاملين بروجرام حلو بس بدهم بلد يجربوا فيه هالبلانز، وتقربوا مني انا لانه بيعرفوني كمان ايكولوجيك، لانه بسبب اولادي صرت ايكولوجيك. وحاولت انه اقنع رفيق الحريري فيه بالاساس، وبعثت له مكتوب طويل عريض ما شفت اي تجاوب، مع انه كان بيهمني كثير موضوع البيئه بلبنان، وبيهمني انه لانه اول مره جيت يعني شفت كثير في زبالة على الطرقات. ما رد على مكتوبك؟ على ما رد على مكتوبي، مع انه في معرفه سابقه بيناتنا. مع انه في معرفه سابقه، ما رد على مكتوبي، ما رد على المشروع، ما بفتكر عجبه المشروع. وما قدر يعني بتعرف بلبنان لما كنت انا مجوزه مع صديق له ما بقدر اجي بلش بمشروع ببلده لما يكون هو يعني داعمني، عراب المشروع او داعمني، ما تجاوب معي ابدا. ولما قلت له لجوزي بليز يعني انا ما بحب كثير الوسطات، لانه بتعرف انا فيني عم بكل شيء، كنت انه اعتبر لحالي بس بلبنان ضروري هالدعم كان فيه. قال لي شو بدك فيه يعني خليكي بعيدي عن هالمجال وما تدخلي حالك بشيء، لانه اذا حدا بده يقوم بهالمشروع خليهم هن يهتموا فيه ما انت. وانا زعلت كثير يعني لانه كنت كثير حابه انه قيم هالزباله ونظفها واحرقها، وبعدين المشروع كان كثير مهم لانه من الزباله بتطلع اشياء ثانيه بتقدر ترجع تستعملها. مزبوط. منى ايوب، الاعمال الاجتماعيه اخذت حيز كبير بحياتك. قبل ما ندخل بتفاصيلها وبحذافيرها، نحن نعرف انه ابنك فهد أصيب بمرض عضال وهو ابن 3 سنوات، وهيدي القصة من 12 سنة تقريبا، 1983، من 14 سنة تقريبا. وهالشيء أجبرك على مغادرة المملكة العربية السعودية والانتقال إلى الولايات المتحدة وتحديدا إلى مستشفى سان جود بممفيس للمعالجة. هالمرحلة كيف عشتيها؟ كيف واجهتيها؟ اول شيء لانه ما كنت احكي انجليزي بدك تتوقع انه كانت من اصعب المراحل، لانه عندي ولد مريض على ايدي وما بحكي اللغه وما بعرف كيف فسر لهم للمسؤولين شو بدي وشو بده. وعدا عن مشكله يعني انا رايحه على امريكا تصحح ولدي، بس مش عم بقدر احكي مع الناس ولا عم بقدر، يعني بالاصل رايحه مع مشكله نفسيه، رايحه مع ولد مريض ومشكله نفسيه، بالاضافه لهالشيء ايش مشكله اللغه، مشكله اللغه ومشكله البلد اللي ما كنت معوده عليه. بصراحه بقول لك هالوقت من حياتي كان من اصعب الاوقات اللي عانيتها، من اصعب الاكسبيرينس، التجارب اللي مرقت فيها، التجارب اللي واجهتها، من كثر ما هي صعبه. قديش بحب احكي عن طفولتي، بفضل انه ما كثير ارجع لهالحادثه لانه كثير اثرت علي وعلى حياتي الزوجيه. طبعا هي حادثه اليمه، لكن انا حبيت اذكرها هون تعرف اذا مرض ابنك هو اللي دفعك او ولد عندك حب العطاء والمساعده، ام الشعور كان مرافقك طول حياتك؟ الشعور كان مرافقني طول حياتي، لان بعدني مثل ما قلت لك كل ما طلع شيء روح اشتري شيء لحدا، يعني كل ما يكون معي مصاري اعطيهم لحدا، يعني ما كنت اللي خليهم معي اكثر ما كنت اعطيهم، يعني حبي للعطاء وللمشاركه كان دائما موجود من انا وصغيره، لانه هيدا من امي اخذته. بس لما حضرتك قلتي باحدى المقابلات انه الثراء وجد المشاركه. مزبوط. وما كنت حب خلي معي ابدا يعني شيء، دائما حس حالي انه غلط، مش غلطانه، مسؤولة عن هالشيء ولازم
ولانه امي دائما تقول لي لازم انت تساعدينا ولازم تنشئينا ولازم هيك، فكان دائما عندي هالحب انه اعطي 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 شو ما طلع اعطي. بس لما وصلت على امريكا بهال ما كان عندي علم بالاعمال الخيريه يعني على مستوى عالي، على المستوى اللي هلا نيه عم نشارك فيه بالنسبه للايدز وبالنسبه للكانسر، ما كان عندي ابدا اي معلومات عنها بالمره يعني. بحب اذكر هون انه منى ايوب بتشارك وبتساهم بمؤسسة كلود مونبيدو بباريس، بمعهد الأبحاث للسرطان بنيويورك، بمستشفى ماساتشوستس العام بباستن، بمعهد هارفارد للسيدة، بالإضافة طبعا إلى المعهد اللبناني للمعاقين ببيت شباب. فولي على سبيل الفكرة، مش بس بشارك، أنا عضو من أعضاء الكوميتي يعني الأدفايزوري كوميتي. لما بيكون في موضوع مهم، مش بس قصة عطاء يعني مادي، عطاء من الوقت وعطاء من التفكير، ولانه مثل ما تفضلت تجربتي مع بهالمرض هيدا عميقه وبشعرها يمكن اكثر من اي انسان ثاني على البورد، بقدر ساعد بهالامور اكثر. حضرتك عضو فعال. عضو فعال يعني بكلمتين. بكلمتين. منى ايوب، كيف بيتم اختيارك للقضايا اللي بدك تشاركي فيها، اللي بدك تساهمي من اجلها؟ طبعا قضايا اجتماعيه. وكيف بتقسمي وقتك ومجهودك واهتماماتك ومساعداتك على المعاهد اللي ذكرناها قبل شوي؟ مثل ما شفت هلا كان عندي مواعيد بالمانيا، لغيتهم كلهم لانه عطيوني خبر انه في افتتاح المعرض، وبيهمني كثير انه اكون موجوده وقت المعرض لحتى اشوف المعاقين، لانه بيجوا بيكونوا لابسين ومحضرين حالهم تيشوفوا المعزومين وهي. فهذا من الامور اللي بعملها اللي بحب شارك فيها وبحب كون موجوده يعني بهيك. كيف بقدر اقسم بين وقتي؟ توجور على دانيال مينوت يعني دائما يعني بما انه بعرف كثير منيح. توجور على دانيال مينوت، ماني كثير منظمه بوقتي، لانه كثير اوقات بكون بدي اجي ما بقدر اجي، انه بنتي مثلا بدي فلكسبيليتي بالوقت رهيبه يعني. حتى الناس اللي بيعرفوني بيقولوا كيف قادره تعيشي هيك؟ كيف يوم بالمانيا ويوم بباريس ويوم بنيويورك ويوم بلبنان؟ يعني مثلا مشوار غجرية كيف قادره اقسم هيك؟ لانه اول شيء بنطر لاخر تكي، واخر تكي خلص الواحد بده ياخذ قرار، والقرار اللي بياخده على نيته هون اللذه مجتمع. يمكن المشاهدين فهموا هلا ليش تم اختيار منى ايوب لمعهد المعاقين ببيت شباب من اجل تصوير الحلقه، لانه منى ايوب هي عضو فعال طبعا باللجنه المشرفه على المعهد. بتزوري لبنان، وطبعا نحن كلنا بنعرف انه زياراتك هي خاطفه ال 24 ساعه كل مره، يعني مرتين بالسنه او ثلاث مرات مش اكثر. هل بتزوري معهد المعاقين؟ هل بتزوري كل غرف المعاقين؟ هل هن بيعرفوكي سكان هالمعهد؟ دائما بزور غرف المعاقين، اول شيء بزور غرف المعاقين، وثاني شيء بزور الاتوليه اللي بيعملوا فيه الاعضاء، لانه كل فتره والتاني بنجدد بالمكانات، بنجدد وبشوف كيف الحكماء اذا مبسوطين بالمكانات اللي عندهم، وبسالهم يعني اذا في عندهم اي شيء جديد ناويين يشتروه. دائما بزور، اكثر شيء بزور اوض المعاقين وبزور الاتوليه. من ايوب، انت بتعرفي انه هالمعاقين او قسم كبير منهم هن ضحايا الحرب اللبنانيه. هالحرب اللبنانيه اللي كانت حرب ضروس ومن اقصى واشرس الحروب يلي طبعا المنطقه كلها عرفتها. هل تفاعلتي معها وكيف عشت الحرب اللبنانيه؟ ما تفاعلت معها وما عشتها كثير لانه تركت بسنه ال 75 طبعا، لكن من الخارج. من الخارج كان وضعي انا الخاص مسيطر على تفكيري، مصعب بشكل انه ما كنت واعي كثير مع الاسف بالنسبه لبلدي لموضوع الحرب، بس كنت خايفه كثير على الاهل، وكنت ما اقدر تلفن لانه التليفونات غاليه، بقى كنت اقعد يعني فريمون كنت اعيش اوقات ايام كثير صعبه، بس تعلق هون وتعلق هون وتعلق هون، يعني مثل كل اللبنانيين تابعتها على التلفزيون، بس ما قدرت شارك اكثر من هيك بسبب وضعي انا، وما كنت اقدر ارجع لانه ما كان. هل تحسستي الام اللبنانيين؟ هل تحسستي مشاكلهم ومآسيهم؟ من وراء احساسي مع اهلك، مع مآسي اللبنانيه، وقد ما شفنا على التلفزيون بباريس يعني
المعاقين واللي كانوا، هذا الشيء اللي شجعني اكثر شيء، انه بما انه ما عم بقدر اعمل شيء محل ما انا يعني موجوده، بدي كيف ما كان بالمستقبل بدي ارجع شارك. طيب بالحرب نفسها ما كنت اقدر اعمل شيء، بس بعد الحرب دائما اقول بدي ارجع شارك بطريقه من الطرق. طيب انطلاقا من السعوديه هل حاولتي تشاركي او تساهمي او تساعدي؟ اكثر شيء ساهمت فيه هو اني احكي مع بيولادي، يعني انه اذا بيقدروا يجمدوا الفكر العام بالنسبه لوضع لبنان وبالنسبه لوضع اطفال لبنان ولمعاقين لبنان، وكان كثير هو يعني متجاوب مع الفكره، وكان كثير يحكي مع الشخصيات المهمه بالبلد اللي كانوا يقدروا، ومن وقت لوقت كانوا يبعثوا كثير مساعدات للبنان. اكثر شيء بس تعلق يعني ينقصهم اي شيء كانوا يجمعوا للبنان، وكان يجمع معي للمعهد للمعاقين، لانه بلشنا نحن من سنه 1976. منى ايوب رح نتوقف مره ثانيه مع الاعلان، بس بحب اذكر انه المؤسسه اللي حضرتك انشاتيها هي حامله اسم مؤسسه منى الياس ايوب الثقافيه والتربويه، هذا الشيء ما ذكرني قبل شوي، وانطلاقا من المؤسسه او المؤسسه هي مصدر الأموال التي تدار على المؤسسات العالمية اللي ذكرناها قبل شوي، صح؟ صح. إذا أصدقائي المشاهدين نتوقف لمرة تانية مع الإعلان، بنرجع منتابع القسم الثالث والأخير من برنامج مرايا مع ضيفتنا الصديقة منى أيوب، خليكم معنا. عودة إلى حلقة الليلة ومرايا منى أيوب. منى أيوب كل الصحف والمجلات يلي تناولتك وتناولت شخصك الحقيقة تناولت ناحية الأزياء والمجوهرات والرفاهية، هل هالشيء أزعجك؟ مش هي اللي تناولتها، أنا اللي كان بدي إياهم يتناولوا هالأمور هيدي، لأنه الواحد بس يتابع الميديا وتشوف العالم بشو عم يهتموا، إذا بدك توصل لموقف من المواقف او بدك توصل لحل بدك تستعمل الاشياء اللي موجوده، الميديا كلها كانت تهتم يعني قديش بده يكون الواحد منيح، قديش بيعمل منيح، قديش بيشتغل، وقديش مرقت علينا علي انا ايام مثلا بالمملكه شغل ما يعني هذه امور، لحتى تقدر تستوعب انتباه العالم بدك تعطيهم الشيء اللي هو بيناسبهم بالاول، وانا اللي قررت انه بدنا نحكي عن الازياء بدنا نحكي عن الجواهر، لانه بهالصوره هيدي بتعطي اهميه بتعطي حجم لنفسك اللي يخلي الناس يتساءلوا، وهذا بسموه موضوع الشوك تريتمنت. بعدين الانسان بيتناول يعني بغير حل، ما كنت بقدر ابدا اني جمد الاهتمام الببليك يعني للراي العام للاعمال اللي انا عم بعملها، ولا اكيد يعني الهدف اللي بدي اتوصل. ذكرتي قبل شوي انه كان بهمك توصلي موقف معين، شو الموقف اللي كنت بتحبي توصلي له او توصلي للعالم للراي العام؟ كنت مقرره انه ما احكي عنه، بس بما انه اليوم عم بتوجه للبنانيات بالاخص، هدفي وموقفي انه النساء وين ما كان بالعالم بيقدروا يوصلوا، ما لازم ابدا نخلي دين او نظام سياسي او وضع عائلي يوقف بوجهنا، مع انه كثير نسوان بتفقد الامل يعني وبتضعف بعد فتره من العذاب يعني والتضحيه، ولانه يعني 90% من النساء اهم شيء عندهم اولادهم ومستقبلهم، بحب انه يعني موقفي هو انه ما يؤسوا من وضع معين. ما يؤسوا من وضع معين، هل برايك النساء وصلوا عبرك او خلالك؟ بحب انه فكر هيك، واذا بحب انه اكون بالنسبه لهم مثل، وخاصه بالنسبه للبنانيات اللي بعد ما صار لي مجال اني اتعامل انا وياهم واحكي انا وياهم مثل ما قاعده عم بحكي معك، بحب انه يكون بالنسبة لهم مثل قدوة يقويهم
ويعطيهم أمل بنفسهم ويعطيهم أمل بالمستقبل. طيب الشهرة إلى درجة، إلى أي درجة بتهمك؟ الشهرة كانت مهمة لأنه بما أنه أنا بحب البيع والشراء وبما أنه تقدر أتوصل لأهدافي بدي فلوس، والفلوس اللي كنت والحياة اللي كنت معودة عليها بالمملكة العربية السعودية كانت حياة رفاهية وحياة يعني غنى، وهلأ ما عاد يعني ما عاد الوضع مثل الأول. بقى تقدر أنا بيع كوليكسيون جواهر وتقدر بيع كوليكسيون كوتور بحاجة لاسم، بحاجة لاسم، لأنه بس بدك تبيع أحسن بيقولوا لك في أهم شيء البروفينانس، أهم شيء البروفينانس، لازم يكون في اسم ورا الكوليكشن، وهذا الاسم أنا ما كان عندي. مين كان سامع بمنى رشيد؟ ما كان حدا بيعرف مين منى رشيد، قاعدة بالمملكة بالرياض عم بربي أولاد وعم يعني عم حياتي، ما كان حدا ما حدا معه خبر بوجودي. فتقدر انا بلش بالبزنس اللي انا من ورا، تقدر ادفع نفسي بقوه يعني بدون اي خجل وبدون اي، يعني اصبحت مصدر بحد ذاته الناس امنوا فيه وتعودوا عليه، لحتى الناس يقدروا يشتروا اللي انا عندي اياهم لبيعهم. اضطريت اني استعمل هالطريقه هيدي، كله هيدا بزنس يعني ما انه شيء ثاني. اقتنائك ليخت الوزير الفرنسي السابق بينار تابي لفوسيا، هل كان نتيجة اعجاب بهاليخت ام كان بحث عن شهرة اضافية؟ الشهرة الاضافية كتير مهمة بالنسبة لي هلأ، لانه بعد عندي اشياء بتبيعها، بعد في عندي يعني عندي افكار. مثل شو مثلا؟ هلا في كتير مشاهدين عم يتابعونا الليلة وطبعا بهمهم يمكن يقتنوا او يشتري اشياء خاصه فيك. اللي عندي مثلا بدي بكره الباتو، بدي اجره اسبوعيا بالباتو، ما بقدر اروح اشتري باتو ما حدا سامع فيه، عرفت كيف؟ الباتو لفوسيا لفوسيا يعني انا اشتريته again مشان بزنس بيربس، ما انه من اجل هدف تجاري، هدف تجاري بالاخص، واكيد لانه يخت مشهور ويخت سريع وسيلينج بوت، ما بعرف شو بيسموه للابحار سيلينج، لا سيلينج شراعي يعني يخت وشراعي. تعرف هلا في يخوت موتوريات يعني وبيستاجرون العالم بيروحوا جمعه وبينبسطوا عليهم، بس ك ك كشراع ويخت ما في بالعالم، كيف في شيء واحد او اثنين، وهيدا بينعد من اسرع اليخوت اللي بيعملوا اكثر سرعه من الموتوريات. طيب بدي رح تكون تكاليف الاجار اسبوعيا، هل فكرتي او بعد؟ اكيد فكرت اول قبل ما اشتريت وعملت الدراسه. اكيد في كثير ايجنسيز مهتمين بالموضوع لانه الفوسيا بتو مشهور ومريح وسيف، بتقدر تقطع فيه بحار يعني، وهيك عملوا هيك اول ما عمروا، في عاملين دراسة انه اذا انا صلحته مثل ما هلأ اني عم بعمل بقدر اجره 150 الف دولار بالجمعة بالاسبوع. يعني لجميع الناس اللي راغبين باستئجار يخت لفوسيا اليوم اللي بتملكه السيدة منى ايوب، اذا بهمهم الامر طبعا فين يتصلوا بمكتبة، وهي حاضرة طبعا لتأجره بالصيفية. هيدا اعلان ده بيطلع لنا عليه مزبوط من ابتداء من شهر جولاي. احكي لنا شوي عن عائلتك الام، طبعا مثل ما قلنا قبل شوي في عندك خي واختين، هل انتم عائله متضامنه؟ هل انتم عائله موحده؟ هل انتم على اتصال دائم ام فقط بتحكوا مع بعض على المناسبات بالاعياد؟ عائله متضامنه كثير، عائله يعني ما بعتقد بيصير اكثر من هيك. اثنين منهم ساكنين بكندا، بروح بزورهم قد ما فيني، انا رايحه امريكا بميله انا وتركي من امريكا بميله. شو اساميهم فينا نعرف؟ سمير وساميه، سمير ايوب وساميه سلوكجي، عايشين مع عيالهم مبسوطين. كيف ما بكون اكيد موجوده بلبنان اكيد بنزل عند اختي، واختي سونيا بتيجي لعندي على باريس. سونيا لا كثير كثير نحن اخوه قريبين وكثير بنحب بعضنا وكثير بنساعد بعضنا بكل المجالات. حكيت كثير بهالحلقة وبسياق الحديث عن والدتك وعن أمك، كيف انعكست على نفسك وعلى شخصك وفاة والدتك؟ كمان من أصعب الأوقات اللي عشتها، من أصعب الأيام اللي عشتها، خاصة إنه توفت قبل ما يمرض ابني بشي سنة، دونك إجوا ورا بعضهم. و
موضوع كتير صعب، إذا بدي كتير أحكي عنه بدي أبكي، يمكن مش وقتها هلأ، بس ضيقت بالأخص لأنه كنت ساكنة بالمملكة بدون أهلي، وبالأخص لأنه أنا هني كانوا مع بعضهم، يعني كانوا يقدروا يساعدوا بعضهم، وأنا كنت لحالي وما عندي إلا ولد صغير ما بيحكي، كان عمره 4 أشهر وجوزي مش موجود. كانت بالنسبة لي مرحلة كتير كتير صعبة اللي خلتني ألبس أسود سنتين، لأنه حزني عليها ما كنت أقدر أطلع منه، ما كنت أقدر أنشل نفسي، وأنا من الأشخاص الإيجابيين، يعني اللي كيف ما إجت المصيبة بحلها positive. بس ما وفاة والدتي يعني أثر كتير 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 على نفسيتي، وبعدي لهلا بلبس اسود، يعني كيف ما كان ما بلبس احمر، ما بلبس اورانج، ما بلبس اخضر، ما بلبس ازرق، بضل عندي يعني هالفكره انه انا بعدني حزنيني على امي وما عم بقدر اطلع من الحزن. بتحسيها دائما معك؟ دائما، اول ما بقوم الصبح وقبل ما بنام بالليل تجور. منى ايوب، كيف بتمضي اليوم وقتك؟ يومياتك كيفيه؟ طبعا هي يمكن ايامك بتختلف عن بعضها حسب البلد اللي انت موجوده فيه، لكن اجمالا وبشكل عام يومياتك كيف تقتصريها؟ اي ساعه بتوعي؟ اي ساعه بتنامي؟ هل في اشياء ثابته؟ في اشياء ثابته لما بكون مع اولادي، وهي الشيء اللي بحبها اكثر شيء، وهي اللي بحب اوصف لك اياها. اول شيء بقوم معهم 6:30 لانه بقوم على المدرسه، بضحكهم شوي لانه انا بس اقوم الصبح بكون يعني لا شعري ماشي، بكون منظري ما كثير مقبول، بنضحك ديجا على هيدي، وبركض وراهم يلا هيدا يلبس، وهيدا بنتي شعرها طويل بدي جد لي، وهيدا بده ياكل من هيدا، يعني هيدا وقت كتير حلو الصبح، ألذ نهار ألذ وقت عندي الصبح لما بقوم أنا وليدي، وخاصة لأنه بيمزحوا معي وبيضحكوا علي وبضحك معهم. وبعدين بيروحوا على المدرسة دغري، بس يروحوا على المدرسة أنا ببلش بالشغل، لأنه لما بكون بأمريكا بكون وقت بأوروبا، بلش بالشغل الاشياء اللي لازم تبعها، ان كان الفوسيه هلاني لانه ياخذ كثير من وقتي، وان كان البنوكي يعني، وان كان مدفوعات، كل شيء بهتم فيه للساعه 12، لانه 12 بيسكروا باوروبا، بحمل حالي بروح بركض توجور كل يوم كل يوم كل يوم، لانه اولادي ما بيرجعوا من المدرسه ل 6:30، فمن 12 للأربعة بعمل رياضتي وبعمل المديتاسيون تبعيتي، لانه بالمشي وبالركض بس بساعد نفسي على انه اعطي لنفسي المجال بالتفكير بالمشاكل اللي لازم لحلها، لان كل يوم في مشكله وكل يوم تاني لازم تلاقي لحلها. فهيك وقتي، بس ترجع بنتي من المدرسه الساعه 6:30 بترجع اوقات قبل خيها، كون انا بحب الطبخ كثير بس اكلي مش كثير طيب، يعني كيف ما بعمل ما بيزبطوا معي، بس مع هذا وكله بتحب. بشو اشطر فيه مثلا؟ اكثر بالمحاشي؟ لا ابدا بالمحاشي ولا بالكبده. اصعب شيء؟ لا، لانه اسهل شيء بالاكل الامريكاني. لانه في كتاب امريكاني عنده انترناشونال كوكينج، كل يوم بيخترع له شيء، دونك بما انه كل يوم في شيء جديد ما في شيء بيزبط. كيفك بالرز المحشي مثلا؟ الرز الشرقي رز المحشي تبع اللحم والبصل. ايه وبيقلي البيض. قال البيض كمان كثير منيحه، والتوست تبع الخبز. منى ايوب، في عندي كم سؤال بحب اطرحهم عليك بسرعة. شو أهم صفة موجودة عندك؟ إخلاصي لأولادي. شو؟ أهم صفة عندي بشخصيتي إخلاصي لأولادي ولأخواتي، والديسبونيبيليتي، ما بعرف شو اسمها بالعربي، سوري. أنت دائما موجودة؟ دائما موجودة، دائما بقول لهم طالما أنا موجودة ما تخافوا من شيء، طالما في يعني طالما أنا حتكون شو ما بدكم شو ما عايزين للكل انا موجوده، يعني دائما هيدا بعتقد انه هيدي الصفه اللي انا بفتخر فيها، لانه ما بس انه بتقوي الاولاد وبتقوي اخواتي، وكل واحد بحس حاله مسنود، يعني انا بتعطيني هدف بالحياه مهم كثير وسامي. شو اسوأ صفه موجوده عندك؟ بضحك كثير وسبونتاني، عفوية يعني شو ما بيطلع ببالي وبقوله، واوقات بقول اشي ما لازم تنقال، فبعتقد لازم يعني هاي، بس ما عم بقدر اغير، رح يصير عمري 50 سنة ما فيني اغير. العمر كله خليكي هيك. شو اهم صفة بتفتشي عنا عند الرجل؟ احترام المرأة.
قد بيهمك تعرفي شو بيقولوا الناس عنك؟ بهمني أعرف الناس اللي منيح شو بيفكروا عني، لأنه الكريتيسيزم شو يعني؟ انتقاد، انتقادهم بهمني لأقدر أنا أتحسن، أو نقدهم. نقدهم لشخصيتي ولأعمالي كتير بهمني، لا أقدر أنا أتحسن وغير يعني مجرى حياتي إذا كنت عم بعمل شيء خطأ. خطأ. بس الناس اللي ما بهموني ما بهتم أبدا اللي بيقولوه أبدا، بالعكس يعني بضحك وكمان برجع بضحك أولادي معي وبخبرهم كل شيء، بخبرهم كل شيء بس هون، وبنبههم إنه بالمستقبل إذا هني وصلوا لهالنقطة من الحياة إنه كانوا صاروا public faces يعني أشخاص أمين معروفين بالمجتمع، إنه ما يهتموا أبدا للنقد الغلط اللي ما له طعم يعني نقد الهدام. هيدا بيكون نقد الهدام ما يهتموا فيه، لأنه مزبوط بيأثر على الأشخاص إذا واحد أعطاه كتير أهمية، بس النقد المفيد واللي بيجي من الأشخاص المفيدين هذا كتير مهم ولازم الإنسان يسمع له. بشو عم تحلمي اليوم؟ ولادي يكبروا ويضلوا حدي وتضل صحتهم منيحة ويضلوا ناجحين بالمدرسة، هيدا يعني، ويضل عندي حلم كتير 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 قوي، يصير شيء يرجع يجمعني بهالولاد مثل ما كنت بالأول قبل ما طلي، ومثل ما كنت ديري بالي عليهم ارجع دير بالي عليهم، لأنه أسعد أوقات حياتي لما بكون معهم، بس بضل عندي شيء ناقص لأنه مش قادرة أسهر عليهم يوميا كلهم سوا، شي هون وشي هون. أسعد حلمي هلا اني احسن شيء يعني اقصى حلمك ترجعوا تجتمعوا من جديد، نرجع نجتمع ببيت واحد قبل ما كلهم يكبروا وكل واحد يتجوز ويروح، لارجع امن لهم هالحياه العائليه اللي انا بحاجه لها واللي هن بحاجه لها. هل فيك تعيشي بدون حب؟ هلا ايه بعتقد ما فيني، بعتقد هلا لانه حب اولادي كافي، وحب كافي كيف لانه نكتار يمكن ما بعرف يمكن كيف، لانه انا كمان بحب كثير. اذا عم تحكي حب رجل بعتقد اي انسان بيقدر يعيش بلا حب، اذا يعني اذا عنده الحب يعيش مرتاح اكثر، بيعيش مبسوط اكثر، بس كلنا في توازن اكثر بيكون في توازن اكثر، بس كلنا فينا نعيش بلا حب. على شو ندماني بحياتك؟ على انه مش عم بقدر اعيش مع اولادي نفس البيت، على هالمقال اللي اكثر شيء اثر يعني، هو هالمقال اللي فرقني عنهم. هل بتخافي من العمر او من الشيخوخه؟ بعد ما فكرت بهالموضوع، لانه بركض كل يوم وبمشي كل يوم، بركض ساعة بالنهار وبمشي ساعة بالنهار، وطالما وين ما كان يعني. هلا اليوم الصبح ركضت في طريق هيك أدومية حد اختي تخوف شوي، بس وين ما بلاقي طريق بركض وبمشي، طالما انا جسديا قادره على المجهود الجسدي يعني اللي هو بيتطلب كثير قوه، ما عم فكر ابدا بالشيخوخه ابدا. هل انت انسانه مؤمنه؟ كثير. هل انت انسانه سعيده؟ نعم. شو مفهومك للسعاده؟ مفهومي للسعاده انه ما احس بالغلط، ما احس بالجلد لما كنت بالذنب لما كنت مجوزة وما كنت مبسوطة، كنت دايما أحس بالذنب إنه يا إما أنا عم بسبب هالعذاب للشخص اللي نقيته جوز، يا إما هو عم بيسبب لي، يعني مش عم بقدر لقي حلي لوضعي. واليوم اللي لقيت الحلي وصرت إنسانة حرة وبقدر اقرر اللي بقرره وبقدر اعمل اللي بعمله بدون ما يكون حدا معلق فيه او مسؤولي عنه او مسؤولي عن سعادته او مسؤولي عن بسطه يعني، هذا بعتقد لما الانسان بيقدر بيتحرر من شعور الجلد يعني الذنب بيكون انسان سعيد، وانا هذا بقدر اقول اني توصلت له اليوم. هل اصدقائي كثار؟ حسب شو بتعتقد الاصدقاء الصادقين؟ الصادقين مش كتار، بس في عندي كم صديق وصديقة. عم تفكري اليوم تنجي ألبوم غنائي وتخوضي تجربة الغناء، ليش؟ مش عم فكر إني أخوض
تجربة الغناء عندي أنا ومجوز، يعني من وقت ما تركت لبنان وقعدت ورجعت سكنت بالإمام، من وقت ما تغربت لحديت هلأ وبعدني متغربة، عندي هواية للكتابة الشعر بالعربي؟ بالفرنساوي وبالإنجليزي. كنت أكتب أنا وصغيرة بالعربي بس مع الأسف ضاعت اللغة مني، فهيدولي ما بين أبداً النحوي، فهيدولي كلهم سجلتهم بكتابات، كل مثل ما بتقول تجربة ولدي فيه. لما وصلت معه على أمريكا. خلينا نسمع شيء مثلاً، حافظة شيء منهم؟ حافظة واحد بس كتير سكسي ما بيسوى نقوله على معلش كله مسموع احنا بلبنان. اللي راح يكون يعني اول غنيه بالالبوم، it says come closer whisper wet my lips come closer hold me feel my caress hold me free me show me teach me the ways of love. بكفي. لا لا عم بيقولوا لي برا انه سيتري فور كثير قويه هيك يعني كل شعور بيجي بيطلع كان معي اكتب باي لغه كنت، مع انه انا ما كنت اكتب ابدا انجليزي ولا احكي انجليزي، بس من بعد ما عشت بامريكا وتعلمت اللغه صرت اكتب بالانجليزي. فهدول البومز يعني عندي تقريبا شي 50 بوم بس كتبتهم كلهم ان هوب تو سينج ذم وان داي، لان انا بحب كثير غني بس صوتي ما بيساعدني، اوقات بيروح اوقات بيجي. انا ما بقى فيني اكمل بعد اللي قلتيه، كان موجه لالي. منى ايوب بلبنان شو بيعني لك؟ هل هو وطنك الام؟ هل هو بلدك الاول؟ ام منى ايوب ما في عندها وطن معين طالما هي دائمه السفر والتجوال؟ كل بلدان العالم يمكن هي تكون وطنها. لبنان وطني الام، ولبنان كثير بحبه اكثر مما بحب اي بلد، يعني بحب اسم لبنان، بحب اسمع لبنان، بحب ارجع على لبنان، وبحب اللبنانيه وبحب اللهجه اللبنانيه والموسيقى اللبنانيه مش المصريه اللبنانيه. دونك لا لبنان بعده بلد الام، وما بنبسط يعني من كل قلبي يعني مثل ان كان بوليمه او بسهره او بنكته، يعني الا اذا كانت بلهجتي وبلغتي الاساسيه. وشو ما خبروني نكت باي لغات العالم بعد الوقت ما بفهمها. غير شكل لما بتيجي خبريه ابو العبد في احلى منهم، وبعدين قعدات الجبل. بحب لبنان كثير بس بحب الجبل كثير. بيروت تغيرت علي، يعني ما بقدر اقول اما راجعة متلهفة ارجع على بيروت، متلهفة ارجع للجبل اللي ربيت فيه، متلهفة ارجع لبيت شباب، لبكفية، لحملية. هلا انت فخورة انك لبنانية؟ كثير، وما في حدا بيقدر، وهيدا الشيء اللي خليني ارجع لاسمي على السريع من بعد الطلاق، هذا الشيء اللي لانه انا فخورة بأصلي اللبناني، وفخورة ببلدي، وفخورة باسمي. فما كثير يعني كثير عالم بيقولوا لي انت صار لك 18 سنه قال رشيد كيف رجعتي ايوب هيك يعني بين ليلي وضحاها، لانه كنت متلهفه ارجع لاسمي ومتلهفه ارجع لبلدي، وكنت كثير متامله انه ارجع للبلد وهون ركز كل الاوبريشنز تبعيتي يعني، بس لانه الوضع ما كثير بيسمح لي انا كست متحرره هلا اجي اعمل اللي بدي اياه هون، يعني بلشت باوروبا ان شاء الله يوما ما ان شاء الله بالمستقبل بنتقل لهون. نحن تقريبا قربنا على النهاية، بنهاية هاللقاء أول شيء شو بتحبي الناس يقولوا عنك؟ أو شو بتحبي يكونوا فكرة عنك بعد هالحديث اللي طبعا بعتقد استمتعوا فيه مثل ما استمتعنا فيه نحن؟ إني أول شيء أنا أهم وظيفة عندي بهالدنيا أولادي، يعني أنا وظيفتي أم وفخورة كثير بأولادي وحبي ربيهم مثل ما أنا تربيت، وكتير بنبسط لما بيحكوني باللهجة اللبنانية مثل ما أنا بحكي. أهم شيء ولادي، وهيك بحب إنه الناس دائما يتذكروني إنه أنا أم. بس الوقت يعني إذا كون أم ومقتدرة إنه قوم بمسؤولية ولادي، حتى لو مثلا أبوهم مش مقتدر أو وبقدر طلع اللي لازم، يعني بيقدروا يعتمدوا علي، بحب إنه العالم يفتكروا إنه أنا قادرة بقدر لما بقصد شغلي اني حققها، لانه هيدا اللي قمت فيه. عظيم ان شاء الله دايما. وثانيا شو بتحبي تقولي للبنية اللي عم يشوفوكي الليلة؟ طبعا في كتير ناس كانوا بيجهلوكي يتعرفوا عليكي،
في كتير ناس كانوا سامعين عنك أو يمكن قارين مقتطفات صحفية عن شخصك تعرفوا عليك أكثر، وفي ناس كانوا بيعرفوك من زمان ورجعوا اكتشفوك من جديد. لهالناس كلياتهم، لهالشرائح المختلفة، شو بتحبي تقولي لهم؟ الإيمان، الإيمان بالنفس وبالله، لازم أقول بالله قبل وبعدين بالنفس، كتير كتير مهم. الإنسان ما بيتوصل لشيء إذا بقول ما بقدر. الإيمان هو سلاح الإنسان، هو أهم شيء، سلاح أهم شيء بالإنسان هو إيمانه. بس يقول بقدر بيوصل، بس يقول ما بقدر ما رح يوصل. لكل لبناني ولبنانية بقول لهم يعني أهم شيء الإيمان بالنفس، وإذا الإنسان بيؤمن بالله بيساعده كتير، بيساعده لأنه ما بحس حاله لحاله، بحس حاله دايما في شيء سهران عليه وما رح يوقع، وإذا وقع رح ينلم. هذا كل شيء بقدر أقول لك إياه، كثير طولنا. منى أيوب أنا بشكرك وبتشكرك طبعا لمشاركتك ببرنامج مرايا. أخيرا الحلقة أنجزناها وعملناها، كان المفروض نصور الحلقة الحقيقة بجنيف أو بكشتاد يمكن، بس لحسن الحظ أنت اليوم بيناتنا واستفدنا من وجودك لتصوير هالحلقة. بشكرك مرة تانية، بتمنى لك كل السعادة وكل الحظ، وبتأمل إنه هالإيمان يلي أنت متسلحة فيه يضل دايما مرافقك بحياتك. بتمنى الصحة لكل أولادك، يضلوا حدك، طبعا انه عيلتك واصدقائك يضلوا دائما حايطينك. انا اكيد انه بهالمقابله لاحظت انه في كثير صدق بكلامك، وهالشيء لاحظته من خلال عيونك، وبتامل انه هالكلام اللي حكيناه قدر فات قلوب كل الناس، ومثل ما استمتعنا فيه استمتعوا فيه هن كمان. ما بعرف، بحب اشكر باسمك وباسمي كل المشاهدين اللي تابعونا، بحب اعطيهم موعد الاسبوع المقبل. بتحبي تضيفي شيء؟ بتحبي توقعي اللقاء على ذوقك؟ ما بعرف، الكلام لك. انا بحب اقول لك شكرا على اللقاء اللي ساعدني اني ارجع لذكرياتي وارجع للبنان، وتقربت اكثر من بلدي بس رجعت لكل وكل هالذكريات. وبحب اني سلم على كل اصحابي من زمان، رندا وتراز وكل اللي سميتهم بالاول، وبحب انه اشكر بالاخص الرهبات اللي ربوني واللي علموني واللي قووني، وبحب انه اذكر اهلي بوجودي ما ينسوني، وبحب انه اذكر اللبنانيه انه بلدهم كثير حلو ونفسيتهم كثير حلوه، ومع كل هالسنين الحرب ومع كل اللي مرقنا فيه بعدنا وين ما منروح بس نقول نحن أنا لبناني. مع كل الصيت اللي إجا ورانا بس أقول أنا لبنانية، وين ما بروح بقول أنا لبنانية. كل الناس بتضوي وبتجي بتقرب صوبي، بدهم يعرفوا إشي عن لبنان وبدهم يعرفوا شو اللي عمل لبنان اللي هو لبنان. بقى لازم نكون كلنا فخورين ببلدنا. لبنان بلد عظيم، لبنان بلد منتج، ولبنان لازم يرجع مثل ما كان واحسن ان شاء الله. بحب هون ضيف شغله، انه ما نتشكر الاب كربيج انه استقبلنا عنده هون وسمح لنا بتصوير هالحلقه. نحن نتمنى له ونتمنى لهالمعهد دوام الاستمرار والنجاح ان شاء الله. شكرا، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.